في عندنا كلمة في اليمن أنا مش هقولها طبعاً لأنه ما ينفعش أقولها عيب، لكن أنا أحكي لكم القصة وأكيد أنت هتفهمها يعني من نفسك، وأكيد حتى في الوطن العربي أصدقائنا في المغرب ومصر والأردن وتونس وعمان وكل مكان في الوطن العربي أكيد هيكون عندكم لها يعني اسم. عام 1986 تحطمت طائرة روسية كان بها 87 راكب، تخيلوا معي، مات من هؤلاء 87 70 شخص. بعد ما عملوا التحريات والتحقيقات لسبب الحادثة وسبب سقوطها وتحطمها، اتضح لهم ان الطيار كان بيتحدى مساعده انه يهبط بالطائرة وهو مغمض العينين، لكنه للأسف فشل يعني صدم. يعني أنا كيف أتفاهم مع البني آدم هذا؟ أنا كيف أتفاهم يعني؟ الكلمة في رأسي أنا مش هقولها طبعا، يعني أنا كيف يعني أنت بني آدم، أنت بني آدم، أنت إيش أصل؟ ها حاول يخمس في الجو وهو مغمض وفحد للأسف والله للأسف، في ناس للأسف هكذا في الحياة، وما زلت مصر ان انا ما اقولش الكلمة. يومكم سعيد.